جزء الأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. قدمت وزارة الخارجية طلبا رسميا الخميس من خلال البعثة الدائمة بنيويورك لرئاسة مجلس الأمن لعقد جلسة استماع للجنة العقوبات وفريق الخبراء. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي أن الخارجية تسعى من خلال هذا الطلب لفرض عقوبات على الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح والتي ساهمت في دعم العدوان الإرهابي على العاصمة طرابلس ودعم ميليشيات مجرم الحرب حفتر. من جهة أخرى، كشفت وكالة بلومبيرغ الأربعاء عن قيام شركة ديلويت البريطانية بتدقيق حسابات المصرف المركزي في طرابلس. بلومبيرغ نقلت عن مسؤولين قولهم إن المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدما بعدما توقفت لأسباب فنية، فيما أشارت الوكالة أنه ستجرى أيضا مراجعة حسابات المصرف الموازي شرق ليبيا. الجدير بالذكر أن مراجعة حسابات مصرف في ليبيا المركزي بطرابلس كانت أحد شروط مجرم الحرب حفتر لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية. قال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي إن فرق الهيئة انتشلت 5 جثث مجهولة الهوية خلال 2 يوم بمدينة ترهونة. وأفادت الهيئة أن عدد حالات الفقد بلغ 171 حالة منذ بداية شهر أبريل حتى هذا اليوم، مبينة أن العينات المأخوذة من ذوي المفقودين بلغت 35 عينة. يشار إلى أن إجمالي الجثث المكتشفة بلغت 226 جثة بحسب الهوية. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء تسجيل 3 حالات وفاة و73 إصابة بفيروس كورونا المستجد. المركز وفي بيان لها أوضح أنه استلم 952 عينة، مضيفا أن من بين الحالات السالبة 6 حالات تماثلت للشفاء. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله. Thank you.